التأهيل مش شيء نسويه مرة واحدة، مش علم، مش علاج طبيعي مثل علاج طبيعي خلاص واحد تعبان تعال بنطبطب عليه، لا. التأهيل لازم يكون مع رياضي بشكل مستمر. يعني أنا مثلاً إذا أشتغل مع رياضي أشتغل معه على فترة طويلة، النتيجة ما تجي بشكل سريع يعني. فأهدافه حسب هدف رياضي، إذا كان هو داخل بطولة إن أهله للبطولة، لأن شو اللي يصير في البطولة تلاقين لاعب مثلاً الاسترس يكون عنده زايد، فبالتالي التركيز عنده يخف، النتيجة ما تكون النتيجة اللي هو يبغاها. كل رياضي يختلف عن الآخر. أنا بتأهله مثلاً يخفف الاسترس، كل رياضي بتأهله بنقص اللي عنده إياه. نعم طبعاً حسب كل واحد وعنده مشكلة معينة. في رياضيين عاداتهم اليومية ما تساعدهم أن هم يوصلون لدرجة معينة، تلاقينهم خلاص وصل مكان مو بقادر أنه يرتفع أكثر. ليش؟ لأن عاداته اليومية ما تساعده، طريقة تفكيره ما تساعده أنه يوصل لمرحلة أعلى. كوتش، هي المهارات اللي لازم يكتسبوها الأهل ليقدر أنهم يأهلوا ابنهم أو يساعدوا بتأهيل ابنهم رياضياً؟ طبعاً المهارات الأهل هم يتعلمون مهارات يقدرون يساعدون الطفل خلال المرحلة هذه. حطي في بالك شيء، الطفل في هذه المرحلة أوردي عليه ضغط أنه يجيب درجات ومدرسة وامتحانات وأضف إلى ذلك ضغط الرياضة، لأن الطفل في هاي المرحلة كل همه شو؟ يبغي يلعب، يلعب، عايز يلعب بس يبغي يلعب. فبالتالي كيف إحنا نخلي الرياضة شيء يستمتع فيه هذا الطفل، هواية أكثر مما إشي هو مطلوب منه؟ بالضبط. يعني الدراسة اليوم شيء مفروغ منه، يعني ما في طفل تقريبا يحب الدراسة لأنه هو حاس أن هذا شيء مضغوط عليه، شيء مفروض عليه فرض. لكن إذا خلينا رياضة أيضا نتعامل مع رياضة بنفس الطريقة، صعب جدا هذا الطفل يطلع رياضي ناجح في المستقبل، نسبة قليلة جدا تطلع منهم. فبالتالي المهارة هي أن كيف الأهل يقدرون يوصلون الطفل لمرحلة أنه يستمتع بهذه الرياضة ويحاول أنه يتطور فيها. هذه مهارة بسيطة جدا بالنسبة لهاي المرحلة العمرية. كوتش، أكيد التأهيل النفسي والذهني اللي حكينا عنه هو بالأول والآخر لراحة اللاعب ولا يعني تخفيف الضغط عنه، بس نعرف في شهر رمضان أوقات اللاعب بيكون يعني تعب يمكن أكتر بالنسبة للصوم وغير. هلا قد ايه بيختلف في شهر رمضان هذا التأهيل كان على الصعيد النفسي أو الذهني وكمان الجسد، يعني شو بيعكس عليه جسديا؟ طبعا رمضان من أفضل الشهور أن احنا نقدر نغير فيها أو نكسر فيها الروتين. أنا جدا أنا أستمتع في رمضان، أحب هذا الشهر وأحب أبدأ معظم برامجي في رمضان لأنه سهل جدا كسر روتين، لأنه هو أوريدي حياتنا بشكل عام كلها انكسر روتينها خلاص. فأي شيء ثاني أبغي أغيره يكون جدا سهل. سبيل المثال بتروحين الجيم، بتبدأ رياضة جديدة، بتسوين هواية جديدة، في الأيام العادية بتأجلين اليوم، بتأجلين أسبوع، بتأجلين شهر، لكن إذا قلت تبدأي في رمضان ما عندك أي مشكلة. لأنه أوريدي خلاص يومك كله جدول، يومك كله تغير، فبالتالي نضيفين شيء جديد على هذا الجدول بيكون سهل جدا. فبالتالي لما ني مثلا نشتغل نحن مع رياضي في شهر رمضان ما في أشياء كثيرة تختلف، هو روتينه بشكل عام هو نفس الروتين مع اختلاف الأوقات فقط. اللي يتغير عليه بشكل عام موضوع الصيام، بعض الناس يكون عندهم بطولات وهم صايمين، فبالتالي هذا يزرع شوية تخوف، شوية تشكك، يبقى خايف إنه يبقى تعبان ويبقى قلقان ومش هيكسب، طب أنا عطشان، طب أنا يعني بالضبط. بتقدر يعني بنقدر نتأهل لده إزاي؟ بالضبط، فإحنا نشتغل مع رياضي على الموضوع هذا. كيف أنت كيف نحن نشتغل على موضوع التأهيل؟ هي مش محاضرة، هو تطبيق.
كوتش، كيف ممكن نعرف الخصائص النفسية لكل لاعب أو مثلاً لكل محترف خلينا نحكي، حتى نقدر نعرف كيف نأهله نفسياً؟ طبعاً هذه كلها تعتمد على عوامل كثيرة جداً. أول شيء شو الأهداف أو شو اللي يبغى يوصل لهذا الرياضي، زين؟ ثاني شيء شو المشاكل اللي الرياضي هذا قاعد يواجهها في الوضع الحالي. فأنا بالتالي أنا ما أدخل على رياضي بدون ما أعرف عنه معلومات، لازم يكون عندي معلومات شاملة عن حياته الشخصية، حياته الرياضية، كل المعلومات اللي أقدر أخذها من الرياضي أخذها، بحيث أنه يكون عندي إلمام بالهستوري ماله وأقدر أبني عليها، لأن الوضع الحالي ممكن يختلف تماما عن وضعي أنا قبل 6 شهور، فأنا ما أقدر أبني اليوم أي شيء على وضع 6 شهور قبل، أبنيها على الوضع الحالي اللي موجود اليوم. يعني في مدة لهذا التأهيل الذهني؟ يعني خلينا نحكي كل 6 شهور أو لا؟ ما لا في مدة، هي تقييم وقتي. أنا لما أدخل مثلا أمسك فريق كامل، أقيم وضع الفريق كامل من الإدارة إلى اللاعبين إلى المعالجين، لازم يصير في تقييم كامل عشان أنا أكون فاهم الوضع، الوضع الحالي كيف، وأحط أهداف مع الإدارة ومع الرياضي نفسه، زين، ونحط خطة نشتغل على الخطة، يكون في خطة ما يكون في عشوائي. العشوائية تطلع فقط إذا صار في إمرجنسي، رياضي عندنا عنده بطولة مثلا لا سمح الله، وفيها أثناء تجهيز البطولة حد من أهله مثلا، ده اللي كنت عايز أسألك فيه. يعني دلوقتي الرياضي اللي بيحصل له غصبا عنه حاجات، يعني حالة وفاة اللي هي الحاجات الصدمة، صدمة، نعم، إزاي بتقدر تخليه يعني يتخطى الصدمة دي عشان يروح بطولته يركز فيها؟ نعم، طبعا في حالات الصدمات، صدمات ما تروح كذي بين يوم وليلة، أكيد لها رحلة علاجية. أول خطوة هي تقبل الوضع الحالي. إحنا لما نشتغل مع الرياضي أول شيء لازم هو يستوعبه أن الوضع اللي صاير حقيقي، لأن شو يصير الصدمة، إحنا من العقل نخل... بيرفضه دايما. أيوة، يصير في رفض أن لا هالشيء ما حصل، أنا ما أبغي أصدق أن هالشيء حصل، فيصير في رفض. الرفض هذا ما يخليني أتقدم، بالعكس وقفني مكاني وما يخليني أعرف شو الخطوة اللي جاية.